بضيف حلقتنا الأستاذ نزار كريكش الكاتب والمحلل السياسي الليبي. الدكتور نزار كريكش ينضم إلينا من إسطنبول. دكتور كريكش مساء الخير. كيف تقيم إلى حد الساعة مسار هذه المعركة، معركة تحرير سرت، وما حصل طبعا البارحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني تقدم كبير جدا في عملية البنيان المرصوص. الواقع كان هناك تخوف من هذه العملية نتيجة لأن استراتيجية حرب العصابات يصعب مواجهتها بجيش منظم. بعد إعلان المجلس الرئاسي تشكيل هذه الغرفة لمقاتلة تنظيم الدولة، كان هناك تصور لإنشاء غرفة عمل مركزية تفرع منها غرفة عمل في المنطقة الغربية وأخرى في المنطقة الجنوبية وأخرى في المنطقة الشرقية. لولا أن ما يسمى بالقيادة العامة في المنطقة الشرقية لم تستجب للقيادة المجلس الرئاسي، فتداخل السياسي بالعسكري، ولكن العملية توجه من خلال المنطقة الغربية. دعني أقول أن المساحة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الآن تمتد من بن جواد إلى بوغرين، وهي حوالي 300 كيلومتر طولا، ومن عمقا إلى مسافة 200 متر. لكن هذا لا يعني أنها سيطرة على مدن، لأن أغلب المناطق المذكورة في هذه المساحة هي صحراء يعني أو قرى متناثرة هنا وهناك. لكن ما عملية البنيان المرصوص استطاعت أن يعني تحد من حجم انتشار إمكانية انتشار التنظيم إلى مناطق أخرى، فبالتالي حصارة من الجنوب ومن الغرب ووجود قوات حرس المنشآت. إذن فقط للتوضيح يعني سيد كريكش، فقط للتوضيح لمن يتابعنا، يعني بن جواد شرق سرت وبوغرين غرب سرت. نعم، وعلى مسافة 300 كيلومتر، يعني تعتبر الحقيقة مسافة طويلة على تنظيم يعد عناصره بالعشرات، أليس كذلك؟ وهذه خطورة المعركة في الصحراء. دعنا نتذكر رومل عندما كان يحاول أن يقاتل في ليبيا، يعني مر مع طريق الصحراء، وكان ذلك من الأخطاء الكبيرة جدا لأنه ينقص عليك الإمداد. لكن الاستراتيجية الآن المتبعة في عملية البنيان المرصود هي الاحتواء، يعني بمعنى أن تحديد مكان التنظيم وعدم انتشاره، لأن كل التقارير تتحدث عن خطورة ما يسمى بالسبيل أوفر، أن ينتشر التنظيم في الصحراء ويصعب ملاحقته ويبدأ ينتقل من منطقة إلى أخرى. وبعد التقرير الذي صدر من المملكة المتحدة وهو ارتباط بوكو حرام بتنظيم الدولة، معناه أنت تتحدث عن انتشار لمعركة واسعة. فبالتالي الآن على الأقل تم حشر التنظيم في منطقة معينة، والتنظيم كما نعرف هو يعتمد على التلغيم المناطق التي يسيطر عليها ولا يجيد الدفاع، بما أنه لا يدخل في حرب متواصلة. الحقيقة سيد كريكش، نعم عذرا للمقاطعة، يعني هذه المعركة هي ليست معركة تحرير فقط، ولكنها فيما يبدو معركة شرعية أيضا. يعني حفتر كان أرسل عددا من قواته وقال بأنها أيضا متجهة لتحرير سرت. كيف تفسر عدم اشتراكه إلى حد الساعة في هذه المعركة وانشغاله ربما هنا وهناك بالثوار؟ هو المسافة اللي يعني حتى يعني البعض أين يتواجد تنظيم قوات حفتر؟ تتواجد في الزويتينة، تبعد عن الزاوية مسافة كبيرة، يتواجد في مرادة، في زلة، في بنغازي، فبالتالي هو بعيد جدا. يعني هو القول بأنه هو حتى قريب من المعركة غير صحيح تماما. يعني لا يمكن القول بأن هناك قوات متقدمة من حفتر. قالوا بأن هناك يعني قوات من حفتر تتجه من منطقة الميتين، يعني اللي هي من الشرق إلى سرت، وهي لم تصل إلى الآن، وهذا كنا نسمع فيه قبل شهر، فبالتالي الخبر غير صحيح. الذين يقاتلون الآن في سرت هو عملية الصمود من البنيان المرصود. أغلب القوات هي تابعة للجيش الليبي لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وهي معركة شرف حقيقية، ومن سقط فيها هم شهداء يدافعون عن هذا الوطن. استراتيجيتهم هو احتياء تنظيم الدولة ثم محاولة تحرير سرت مما فيها من أعضاء هذا التنظيم. فبالتالي هذه السردية أن هناك قوات من الشرق، حتى مراكز دراسات للأسف جيسون باتا وهو المتخصص في جامعة كامبريدج يقول أن هناك صراع حول السرت هو صراع على الشرعية. لا يوجد أصلا قوتين، هي قوة واحدة
هي التي تقاتل هذا التنظيم. هذه حقيقة بغض النظر عن موقفنا من حفتر. يعني لو تأخذ جدابية ما قبل جدابية إلى سرت تتحدث عن مسافة كبيرة، تتحدث عن 300-400 كيلومتر. على كل حال ربما يكون حفتر يضع عينه على السلطة وأراد أن يورط الحكومة، كانت الوفاق أو غيرها، توريطها في هذه المعركة، ويدرك هو بأن هذه المعركة ستكون مرهقة حتى يخلو له ربما الجو لاحقا. نعم، هذا يعني تحليل، ولكن حقائق على الأرض بغض النظر، نحن يعني من يقاتل تنظيم الدولة في سرت هو عملية بنيان المرصود. حفتر كيف حينتقل هذه المسافة ككل؟ أنت تتحدث عن صحراء، تتحدث عن إمداد، تتحدث عن بنغازي التي يقاتل فيها حفتر، والآن يريد أن يقاتل في درنة. طيب دعني أختم معك حول المعركة نفسها في سرت. كيف تتوقعون هذه المعركة وما مآلاتها؟ الحقيقة أنا تحدثت إلى مصادر عدة، لا أحد يملك الرقم الدقيق لعناصر تنظيم الدولة داخل المدينة، ولكن على الأقل لدينا الرقعة الجغرافية الآن التي أشرت إليها. كم ستأخذ من الوقت هذه المعركة ومن الجهد للسيطرة تماما وإنهاء هذا التنظيم؟ هو الأعداد اللي في التقارير الدولية، سواء الأمم المتحدة سواء التقارير السيائية، هو 4000 إلى 6000 بمعدل زيادة مضطرد بعد حرب سوريا. ولكن بغض النظر عن العدد، المتوقع هو بصراحة هو يعني حتكون معركة صعبة نتيجة لقضية الألغام، يعني صعوبة التقدم. كل ما هناك تقدم فيه ألغام، فيه قتلى شهداء، يكون يصعب التقدم أكثر. لكن المعركة في حد ذاتها ستكون سريعة وحاسمة كما في درنة. أنا نتذكر أن قبل يوم واحد من درنة ظهر العقيد سعد هبيل وقال نحن إذن سنسلم بعد أسبوع لتنظيم الدولة، لأننا لم نملك ذخائر وأرهقنا تماما. في ثاني يوم كان هناك تحرير وهروب للتنظيم. والنقطة الثانية أن التنظيم بغض النظر عن نظرية المؤامرة حساباته سياسية أكثر منها عسكرية، فبالتالي سيرتبط الأمر بنوعين، بقضيتين: قضية قدرة هؤلاء الشباب في البنيان المرصود على الضغط أكثر على التنظيم، والثانية هل الانفراج السياسي بإعطاء شرعية حقيقية للمجلس الرئاسي ووجود ظهير شعبي لهذا المجلس سيفقد من يعاونون هذا التنظيم الأمل في الاستمرار في العملية السياسية، ونجد يعني اندحار دراماتيكي كما حدث في مدينة درنة. الدكتور نزار كريكش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا من اسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.